لمصلحة مرباط ركلة ركنية. حكم المباراة نايف البلوشي في حديث مع لاعبين جيفرسون وكوامي. ركنية لمرباط. حسين على تنفيذ الكابتن مرباط. الآن نقلة قصيرة تعود لحسين عالية وللأمام، هل من راسية؟ عدت من الجميع، مستمرة المحاولة خطرة. جول جول، ما لها إلا الفنان البديل الذهبي مسلم عكعك، ينزل ويسجل ينزل ويسجل ينزل ويأتي بالخبر الأول لمصلحة نادي مرباط. الله على كرة ملعوبة حلوة، وتأتي من خلالها أولى الأخبار في هذا الدربي. نعم 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 نعم، المتألق المتخصص ينزل ويسجل أول الأهداف لمصلحة مرباط. لكن شوفوا معاي اللعبة، البداية من حسين، خذ وهات مع جيفرسون، عالية للقائم البعيد، ومن ثم الإعادة ومن ثم النقلة في المكان السليم على طول مسلم عكعاك، ما كذب خبر، وهيا بنا إلى ربع النهائي. هكذا هو لسان الحال، هكذا هو لسان الحال. مرباط نعم يتقدم بأول الأهداف، تأخر قليلا هذا الهدف في الديربي، كنا ننتظر سوا. هذه خطيرة، محاولة مع سولم من الجهة اليمنى، مروة تقدم، عدى من الشحري، هذه خطيرة للأمام للأمام، جول 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 ثاني البرازيلي جيفرسون. مرباط إلى ربع النهائي، مرباط إلى ربع النهائي. الله على كرة ملعوبة حلوة، تراجعوا أغلقوا المساحات، ومرتدة خاطفة سريعة تأتي بثاني الأهداف وضمان بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي. الله 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 الله، مرباط يتألق في هذه الدقائق ويسجل نعم ثاني الأهداف. شوفوا معاي الكرة الملعوبة الجميلة، التوغل من الجهة اليمنى، العرضية المرسومة من سولة، حسين الحضري هيأها للبرازيلي جيفرسون، على طول راحت وثاني الأهداف. نقطة تفصل الست نقاط عن المتصدر، هنا محاولة موجودة لصلالة، أبوادي صوب، يا سلام، الله، ما أجملك ما أروعك، ما أجملك ما أروعك، كرة خاطفة مباغتة جميلة جدا، يقلص من خلالها صلالة الفارق. الله 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 الله، نعم نعم نعم، الغالي يظهر في الوقت الأخير ويأتي بهدف جميل جدا 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 لمصلحة نادي صلالة، يبقي المباراة مثيرة في وقتها الأخير. نعم يبقي المباراة مثيرة جدا في وقتها الأخير. صلالة الآن تمريرة للأمام، لكن تصل مع هاني نجم، تصل مع هاني نجم، شوفوا معاي شوفوا معاي، الله على تصويبة قوية تلامس العارضة وتسكن مرمى هاني نجم، هدف أول لمصلحة نادي صلالة. 2-1 من مدافعي مرباط، المحاولة مستمرة، التصويبة تحضر ولكن أيضا تتخلص، مرباط يتراجع بشكل كبير، وصلالة يضغط، الله يحدث، ما الذي يجري؟ الله على ديربي مجنون، الله على سيناريو مجنون، ما الذي يفعله صلالة؟ مش ممكن مش معقول، مش ممكن مش معقول، يعود في اللحظة الأخيرة من عمر الوقت الأصلي. الله على جنون كرة القدم، الله على روعة كرة القدم. 2-2 2-2 2-2، بعد أن اعتقدت أنا شخصيا بأنها انتهت، لكن صلالة يعود، ويا لها من عودة من الباب الكبير. الله 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 الله، على ديربي مثير،
على دربي جميل، على دربي مجنون في شوطه الثاني. شوفوا معاي التراجع الكبير من مرباط يكلفه غاليا، يكلفه غاليا وتحسب لصلالة هذه. وهنا المحاولة من جديد من الجهة اليمنى السولة مرة وتقدم، التفكير في العرضية للأمام، عدة مرات، الله، جول ثالث. عكعك يظهر من جديد ويظهر معه الخبر السار السعيد. الله 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 على مهاجم فذ كبير مميز قادم في سماع كرتنا، يأتي نعم بثاني أهدافه والثالث لمرباط. تمركز ممتاز ويضع الكرة باقتدار في مرمى نادي الصلالة. مرباط يعود للتقدم مرة أخرى، يعود للتقدم مرة أخرى. شوفوا معاي سولة العرضية اللي تهادت ومرت وصلت لمسلم في مكان ممتاز من جديد في هذه الأماكن. مسلم ما يعرف إلا الشباك، الشباك، وتتواصل من صلالة، ولكن ضاعت الكرة الماضية. مسلم مان تو مان، شو اللي راح يفعله في هذه اللقطة؟ عدى ومر، يا سلام يا سلام، ممكن جول، هاتريك، حطها، جول جول ثالث. البديل الذهبي، نجم النجوم، النجم القادم، واقولها بين قوسين بسرعة الصاروخ، مسلم عكعاك، ما الذي تفعله يا رجل؟ ما الذي تفعله يا رجل؟ يا له من ألق كبير، يا له من حضور فخم جدا 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 لهذا اللاعب في هذا المساء. شوفوا معاي المرور بكل أناقة وسلاسة، ومن ثم الختام. أي ختام هذا؟ إنه مسك الختام. خلصها مرباط، خلصها، خلصها مرباط، خلصها بنجم.